السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف شروط القبول في مدرسة توشيبا العربي لعام 2022. أول حاجة، أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني إن التقديم هيبقى خلال شهر يوليو المقبل، وده من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفنية على الإنترنت. أما عن شروط التقديم لمدارس توشيبا لعام 2022-2023 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، أول حاجة الحصول على الشهادة الإعدادية. بس السنة اللي فاتت كان لازم أن يكون المتقدم حاصل على مجموع ما يقلش عن 230 بشهادة إعدادية، بس احنا مش عارفين السنة دي اللي هو 2022-2023 هيبقى المجموع قد ايه. تاني حاجة، اجتياز اختبار القبول، اللي هو اختبار هو بيقدمه لك في المدرسة. تالت حاجة، اجتياز المقابلة الشخصية داخل المدرسة. أربعة، اجتياز الفحص الطبي. خمسة، ان ما يزيدش عمره عن 18 سنة. ستة، الطالب يكون من إدارة أويسنا بمحافظة المنوفية أو إدارة بنها بالقليوبية. سبعة، التقدم لاختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات. مواقع مدارس توشيبا العربي، الموقع أو الفرع الوحيد حتى الآن هو في محافظة المنوفية في كفر الرمل، المنطقة الصناعية أويسنا، بجوار مصنع الحربي محافظة المنوفية. تخصصات المدرسة عبارة عن إيه؟ الكهرباء والتبريد والتكييف والميكانيكا، ودي يعتبر من مدرسة تكنولوجية تطبيقية. المدارس دي 3 سنين، وهي مدارس بديلة للثانوية العامة. دي الطالب يدخلها بعد الإعدادية ويبدأ يخشها ويحصل على يبقى في فرصة عمل إن هو يشتغل بعدها على طول بعد ما يتخرج من المدرسة دي، هبيقعد فيها 3 سنوات بس. المستندات المطلوبة بقى للالتحاق بمدارس توشيبا، أول حاجة صورتين شخصيتين حديثة للطالب. 2، نسخة إلكترونية مميكنة من شهادة ميلاد الطالب. 3، نسخة من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية العامة لنفس العام فقط. 4، لا يتم قبول التحويلات من المدارس الأخرى. 5، مجلد بلاستيكي. 6، نسخة من بطاقة الرقم القومي للوالد. 7، نسخة من بطاقة الرقم القومي للأم. طب أنا هستفيد إيه من مميزات الدراسة في مدرسة توشيبا؟ أول حاجة، هحصل على شهادة مصرية ذات جودة عالمية. تاني حاجة، التدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع الشريك الصناعي اللي هي مجموعات شركات ومصانع العربي. تالت حاجة، فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج. رابع حاجة، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، مكافآت مجزية جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة عن إعجاب الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.